شيء بلادي، الأصالة والمعاصرة، ومن نسي أصله لا دين له. الأصالة نحن جدراء بذكرها، واللي ما تقصي شرا في حق الله، نحن المغاربة الأحرار. هذه دماء أجدادنا قد سقط بها أرضنا، ورغم العذى سنظل في هذا الوطن، كله لإعلاء كلمة الحق وكلمة الله وكلمة الوطن. نحن نجيب على منتقدينا، ونحن لا نحتاج لاستحساننا أو لتعليل بيننا، إنما خدمتنا في سبيل الله على قدر ما نستطيع وعلى قدر ما قدر الله لنا علما وعملا، ورغم العادة كما قلنا سنظل في هذا الوطن. في سابق أمر منتقد من بلاد فرنسا، هو بالحقيقة مغربي الأصل على أسيو الأصل، لا أذكر اسمه، هو يعمل إمام لجامع بالمهجر، لكنه حينما سمع عني كلمات، أنا لا أمجد بلدي ولا أمجدها، والمجد لله وحده، إنما المجد للأوطان على قدر الإيمان، وإن حب الأوطان من الإيمان. صح. أنا لا أقول إلا ما أعرف، ولا أفعل إلا ما أقدر على فعله بقدر ما تعلمته من علم وعلى قدر ما تعلمت، وكما معروف أنه فوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إلى أننا كل ما نعمله هو يصب في مصب الروح، الروح هو بالروح للروح. إذا قد كنت أقول كلمات عن بلدي أرفع من شأنها، فجاء هذا الرجل من فرنسا يعلل في كلامنا وينتقدنا بكلام كأنه يسبنا أو يصبنا، أو كأنه لا يريد ذلك بالبتة، ويقف ضد هذا الأمر. والله العلي العظيم، وأنا الذي ما قلت إلا ما سمعت عن أجدادي وأبائي، أن رسول الله في زمانه قد استبشر ببلاد المغرب في آخر الزمان أنه سيكون ظهور الإسلام من بلاد المغرب، وما دمت في المغرب فلا تستغرب. إلا أن هذا الرجل في فرنسا وإن كان مغربي الأصل لا يحب هذا ولا يرضاه، فيرد علي وكأنه يسبني ويعيرني، والله إنني لا أرد عليه بذلك، إنما الناس على قدر عقولهم. هناك من الناس من له عقل كبير يناقش الأفكار التي تجمع الإنسانية والبشرية على بساط أبيض وعلى صراط مستقيم، وعلى قلب رجل واحد، قلب المحبة الخالصة لله وإخلاص الله في خلقه، وبخلق عظيم، بغير استحسان ولا تعليل للآخرين. إنما يا أخي هناك عقل متوسط لا يناقش إلى الأحداث، وأقول لا بأسا على ذلك، إنما شر العقول من كان عقل يناقش شؤون الناس وينسى شأن نفسه. ونحن لسنا من أولئك ولا من ذلك ولا من هؤلاء، إنما نحن والله على قدر العقل بالحكمة التي يزيد بها الإيمان ولا ينقص. والناس عندما والله لا نرد عليها، وإن علمنا بها سوءا ومساوئا لا نرد عليها إلا باستحسان، ولا نستحسن أنفسنا عند الناس لأن بنا مساوئا، وكل الناس لها مساوئها ومحاسنها. فأخي العزيز، والله إن لم أذكر اسمك أنت ستعرف نفسك، والناس قاد فيها أحد الحكماء والنبلاء، عاش من عرف قدره ووزن أمره، ومن وزن صفى، ومن صفى صفى لله ولنفسه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.